السلام عليكم. راح أتكلم اليوم وراح أشرح لكم بشكل مبسط وسريع وناخذ فكرة عن الكور 7 التابع لترايتون لاب. طبعا الكور 7 التابع لترايتون لاب يكون نوعين، نوع حق الأذر ميثود اللي هو يسمونه الريف سبلمنت، ونوع حق ترايتون ميثود اللي هو يسمونه البيس ألمنت. طبعا الاثنين تقريبا نفس الست، يكونوا متكونين من ثلاث عناصر رئيسية اللي هو الكالسيوم والمغنيسيوم والكي اتش، ومخلوط معه إلمنت ثاني، بس في اختلاف بين الاثنين بسيط اللي هو ان الكور 7 تابع لترايتون ميثود يكون فيه إلمنت خاص يغذي اللي هو ترايتون ميثود سم، اللي هو حق الاول سكشن يكون اللي هو من 10 الى 20% ريفيوجين، هو اللي يتكون من مايكرو الجي اللي مثل كاليبرا والتشيتومورفا. الأذر ميثود يكون حق استخدامات اللي هو السمبات النوع الثاني اللي يكون يستخدمون فيها الفلتر سوك أو الفلتر رول أو القطن في أول خانة، أو تركيبة السمبة تكون مختلفة عشوائية على حسب أنواع الأحواض المختلفة عند بعض أنواع الهواد، اللي يكون مثلا ريفيجيم قبل سكيمر، أو سكيمر يكون بعد الريفيجيم، أو بعض السمبات يكون ما فيها ريفيجيم أساسا نهائيا، او بعض السمبات يستخدم ريفيجم خارجي اللي هو التشيتومورفا او الكاليبرا اللي هو يسمونه مايكرو الجي رياكتر. بالنسبه حق الاليمنتس الموجود مخلوطين فيها، طبعا يتكون اليمنت فيها من مثل ما قلنا ثلاث عناصر اللي هي الرئيسيه الكالسيوم مغنيسيوم والكي اتش، ومخلوط معها بعض العناصر اللي تساعد على تحسين الوان المرجان وقوتها ونمو صحة سلامة الأحياء داخل حتى السمك داخل في الأكواريوم. الإلمنت الموجودين مخلوطين معها طبعا بنسب متفاوتة وبسيطة، طبعا تكون تركيبة الترايتون ميثود مختلفة عن الأذر ميثود. طبعا الاثنين فيهم البوتاسيوم والسترونتيوم مع السلفيت والبورون اللي يساعد على رفع نسبة الأكسجين وثبات البي اتش داخل الحوض. طبعا طريقة الخلط جدا بسيطة واستخداماتهم كلها موجودة في التعليمات مثل ما انتم شايفين هني مصورة بالطريقة، كل عنصر شلون طريقة تخلطه وتحطه داخل الكونتينر. بالنسبة حق الاستخدام، طبعا كل ست يكون فيه رقم 1 اللي هو المغنيسيوم، رقم 2 الكالسيوم، رقم 3 A ورقم 3 B اللي هم الكي اتش كي اتش. طبعا الدوز في الكور 7 يكون بالتساوي بدون انك انت ما ترفع نسبة عن نسبة مختلفة. بمعنى اخر يعني اذا انت تصب مثلا من رقم 1 5 ملي، لازم الباقي كلهم يكونوا بالتساوي 5 ملي بدون ما تنقص او ترفع، حتى لو عطاك قراءات مختلفة. في حال تبي تنزل الاليمنتس كلهم بالتساوي، في حال تبي تصعد الاليمنتس كلهم بالتساوي. طبعا الريكومندد دوز حق تبلش فيه هو 2 ملي لكل 100 لتر مع الفحص المستمر لين تصيد العيار او الدوز المناسب حق حوضك بالفحص المنزلي. طبعا انت تعتمد بالكور 7 في الدوز على اعتمادك، اول شيء طبعا اهم شيء هو قراءة الكي اتش، يعني تحاول انه مع الدوز المستمر اللي بالتساوي تسويه، يعطيك مثلا ترفعهم بالتساوي لغايه ما يعطيك ان الكي اتش اهم شيء يكون 8 الى 8.5 بالرينج هذا المطلوب. طبعا راح نتكلم في فيديوهات ثانيه ان شاء الله راح ننزلها بالبلوج، وراح تكون بشكل مفصل وشرح وشون طريقة الاستخدام وشون طريقة التعويض حق كل منتج من اللي هو الكور 7. بعد ما تستخدم الكور 7 لمدة 3 إلى 4 أسابيع، ينصح والأفضل أنك تدز بعد الـ ICB lab اللي هو التست مال ترايتون لاب، تدز الفحص وتشوف شنو تم تغذية الحوض وتشبع من الحوض من الكور 7 وشنو النواقص من الإلمنت الثانية اللي مذكورة هنا عندك مثلا، او يطلع لك نتيجة التست سواء كان بوتاسيوم سترونتيوم، وفي عدة مايكرو إلمنت ثانيين منهم الزنك والفانديوم والنيكل والموليبيديوم، طبعا انواع كثيرة. هني انت يعطونك الدوز ريكومنديشن في التصحيح وشنو التعويض اللي ناقصك، تروح تستخدم اللي هو المايكرو والتريس إلمنت اللي موجودين تابعين لترايتون. هذا بشكل عام وفكرة عامة عن استخدام الكور 7. ان شاء الله راح تكون في فيديوهات ثانيه مفصله للكور 7. اذا احد عنده اي استفسار او اي تساؤلات يقدر يكتبها تحت في الكومنت موجود بالفيديو، او انه يقدر بالفيديو في صفحه البلوج، او انه يقدر يراسلنا عن طريق الواتساب او يدز لنا ايميل، ويعطيكم الف عافيه.